صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل. هو فعلا جميل طبعا لأنه يوم الأم، والبارحة كان يوم السعادة، وقبل يومين كان يوم النصف من شعبان. يعني كل هذا بداية الأسبوع أسبوع جميل. طبعا يوم الأم هو أحلى يوم في العالم، وأنا أبا يوم، أنا أبا يوم للأم. لا حد يقول لا ما أنا أبا كل يوم للأم، كل يوم للأم، بس أنا بعد أبا يوم العالم كله يدري إنه يومي يوم الأم، والناس كلها تهنيني وأنا هني كل الأمهات، وهني آمنة. كل عام وأنتي بخير يا آمنة بسبة يوم الأم الجميل. شكرا لك دكتورة، ويوم سعيد. وأنا أيضا أوجه لك التحية بمناسبة يوم الأم، وأتمنى يكون يوم سعيد عليك أيضا إن شاء الله. طبعا الأمهات أتوقع من البارحة قاعدين يذكرون عيالهم، ترى باكر يوم الأم، ترى باكر ذكروا أبوك، ترى باكر يوم الأم. أنا مذكرة كل العائلة، يعني عيالي محفظتهم من أسبوع إن يوم الأثنين يوم الأم، لازم تقولوا لي ماما كل عام وانتي بخير الصبح. لازم نغرس فيهم هالأشياء إن في يوم معين أم، وكل يوم، وطبعا مع التذكير إن كل يوم هو يومي، لكن بعد لي يوم مميز. جميل نحتفل بيوم، نحس إن إحنا ناس مميزين، ندش المدرسة يعاملونا معاملة حلوة، نتصور مع اليهال، تبطلي محرك البحث. لكن حتى محرك البحث ما كاتب عليه يوم الأم، ليش ما نبغى؟ حلو اليوم، يستاهل، يستاهل. إحنا كأمهات طبعا، ويستاهلون كل الأمهات، وعلى جهودهم في تربية عيالهم واهتمام بصحتهم. وطالما إحنا نقول صح، أكيد هذا برنامجكم صحة وسعادة اللي طلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، نكون معاكم على مدى ساعة إذاعية، نطرح فيها مواضيع مهمة تهمكم وتهم عائلتكم، تساعدكم على خلينا نقول اتخاذ قرارات صحية أفضل فيما يخص حياتكم، تغذيتكم، اهتمام صحتكم وصحة أفراد أسرتكم. طبعا صحة وسعادة هو برنامج، أنا دائما أحب أقول برنامج هو تفاعل مع المستمعين، فما ينفع إحنا نروحنا نسولف وأنتم ما تشاركونا، خصوصا في اليوم المميز. حتى لو حبيت تهنون أمهاتكم طرشوا مسج حق صحة وسعادة، قولوا نبى نهني أمي في اليوم الجميل، ونتذكر إن نهتم بصحة أمهاتنا وأبهاتنا بعد، عشان أبهات ما يزعلون، ونذكرهم نتابع مواعيدهم، أدويتهم، نوديهم فحوصات، سوون فحوصات دورية بشكل مستمر معنا الله يحفظهم. دائما كبار المواطنين يقول ما لدى ما لدى، مادم أنا بخير ما لدى أسير المستشفى. الفحوصات الدورية شيء جدا مهم، خصوصا الله يحفظهم لما يبدون يعني يعدون عمر 60 و65، في فحوصات دورية مستمرة. وإذا حد من عندك من أهلكم كبار المواطنين عندهم سكري، لازم ياخذ بعد ابره النيوموكوكل او التهاب النزلات الرئويه، فتابعوا مع طبيب الاسره اللي دائما الوالد والوالده الله يحفظهم يتابعون عندهم، عشان تعرفون شو المطلوب، شو الخطه العلاجيه، شو التطعيمات المقبله، شو الفحوصات لازم يسوونها، عشان مثل ما دائما نقول يعني الله يطول في عمرهم، يكونون اهم شيء بصحه وعافيه. جمال الواحد انه يعني طول عمره يوصل 70 75 80، يكون بصحته، يقدر يشيل عمره، عنده مشاكل صحيه بسيطه لكن تتم السيطره عليها اكيد. نعم دكتورة، بعد نحن نذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا اليوم إذا حابين يهدون أمهاتهم 600-551-414، لرسائلكم النصية القصيرة 4006. وإذا خايفين أن أمهاتكم ما يسمعون الحلقة اليوم، ترى الحلقة تنزل يوتيوب بعد ما نخلص البرنامج تقريبا على الساعة 3، تكون الحلقة موجودة في يوتيوب، تقدرون تاخذون المقطع تحطونه في السوشيال ميديا تسمعون أمهاتكم. فأعزائي المستمعين ترى رسائلكم الجميلة. ودكتورة اليوم بمناسبة يوم السعادة، شو حابة تقولين أو أبا أعرف منك شو الشيء اللي خليك سعيدة أو ممتنة؟ هذا يعني هذا كلام، سؤال وايد وايد مهم. كثير من الناس تربط سعادتها بأشياء معينة، يعني أنا عشان أكون سعيدة لازم أسافر، عشان أكون سعيدة لازم يكون عندي السيارة الفلانية، عشان أكون سعيدة لازم يكون عندي الشيء الفلاني. لكن شيء وايد مهم لازم إحنا كنا نعرفه، السعادة تنبع لنا من الداخل. أنا أقرر كيف ممكن أكون سعيدة، يعني ممكن نحن نخلق السعادة من شيء وايد بسيط. مثلا يوم انا الصبح مثلا اشرب فنجان قهوتي اللي انا متعوده عليه في كوب جميل، هاي هذا روحه سعاده. ان اخطط ليومي مع عيالي، انا دائما يعني ساعاتي دائما تكون لما اخطط ان شو بسوي مع عيالي في هذا اليوم، ان انا وين بوديهم، شو بنقعد، شو بنسولف، شو بنطلب الاكل اللي احنا نحبها، كلها اشياء بسيطه لكن تخلق جو من السعاده مو بس لي ولعائلتي ولعيالي. فهذه رساله لكل حد يتابعنا، لا تتريى يستوي شيء معين عشان تقول أنا استويت سعيد. أخلق سعادتك بنفسك من الأشياء البسيطة اللي تحط يعني تحط فينا كل يوم. يعني مثلا يوم الصبح، أنا شينا الصبح الجو كان وايد جميل، يوم الصبح كان الجو شوي مغيم، كان أقول حق عيالي شوفوا اليوم يوم وايد جميل وإحنا وايد سعيدين، يعني الجو وايد حلو، وإحنا ماشيين في السيارة نزلنا الدرايش ونستمتع بالجو، خلقنا جو سعيد معنا
ما كنا متوقعين الجواب بيكون كذي، ما ترين شيء عشان نخلق السعاده، فاخلقوا السعاده بنفسكم، لا تتريون لا انسان ولا شيء ولا شغله ولا بيزات توصل عشان تخلقون السعاده، تقدرون تخلقون السعاده باشياء جدا بسيطه في كل يعني كل يوم من غير ما يكون في يوم معين للسعاده. بالتاكيد دكتوره مثل ما ذكرتي هي مثل يعني خطوات بسيطه، كل شخص له منبع لسعادته او مصدر لسعادته، نحن نقول بمناسبه بعد يوم الام اخلقوا لحظات سعيده. دائما قريت في كتاب دكتورة يقول إن يعني الأطفال ما بيتذكرون كيف أنتي كنتي أم يعني مثلاً صحيح. سوبر مام، ما بيتذكرون أنتي كيف كنتي مميزة، بيتذكرون هل كنتي أنتي أم سعيدة أم لا، صحيح. هل كنتي أم دايماً يعني استرس ومعصبة ومو بسعيدة ولا كنتي أم سعيدة. فالسعادة يعني موضوع يعني مطول والحديث فيه أكيد دكتورة يطول، فإحنا دايماً نبان عيالنا يتذكرون أن إحنا كنا أمهات سعيدات. أكيد، والسعادة ترى مو بس عشان والله أنا أبين للناس أن أنا سعيدة، لكن تأثر في صحتنا جداً يا آمنة. كونك أنت إنسان سعيد معناه جسمك يستجيب إيجابياً لهالسعادة ويفرز مواد تخلي هدام البنات يهتمون فيه، بشرتك تكون أفضل، شعرك يكون صحي ولماع، تكونين أجمل، يكون عينك فيها هالبريق هاللمعة الحلوة. كيف؟ لما أنت تكونين سعيدة ينعكس على جسمك، بينما عكس لما الواحد يكون دائما مهموم ودائما يفكر، ما في إنسان يخلو من المشاكل من الهموم من الصعوبات، لكن السعادة خيار شخصي، إن أنا أكون سعيدة وأستمتع عشان تكون صحتي أفضل، عشان تكون بشرتي أفضل، عشان أستمتع بالحياة أفضل. ترى الحياة وايد فيها أشياء جميلة، لكن ما يستوي احنا بس نركز على المشكلة اللي أنا طايحة فيها الحين أو الصعوبات اللي قاعدة أعاني منها وأنسى كل شيء جميل في الحياة. تستمتعوا بالحياة كمجمل وركزوا على الأشياء الإيجابية مو بالأشياء السلبية. طالما نقول أشياء إيجابية أكيد منه ينشر الإيجابية في صحة وسعادة كثر أسماء الجناحي اللي كل يوم تطلع عليكم وتقولكم جديد السوشيال ميديا تعطيكم بعد شو رسالة إيجابية. صباح الخير يا أسماء. صبحكم الله بالنور السرور عليكم وعلى كل سعيدة عشر زي وكل الأمهات فيها أنتوا اثنين بما أنتوا ثلاث أمهات. كل عام وانت بخير يا أسماء وكل النساء في العالم. يوم الأمهات أنا حسي يوم لجميع النساء، يوم مميز وجميل، حتى والله الجو اليوم غير صديق. الجو من يوم السعادة مستوي حلو. إيه قال ناس سعيدة وأنا بكون سعيد بعد. شو جديد السوشيال ميديا يا أسماء؟ من ضمن الأشياء اللي صارت في قناة التواصل الاجتماعي كنا حاطين استفسار بخصوص أو مثل اللي يقول استطلاع بخصوص وكان يصادف يوم العالمي للنوم. طبعا النوم يعني مهم لانه مهم في اليوم جزء عالمي. من السعاده النوم اصلا هي هذه الاشياء اللي نحن كنا نحب نركز عليها. اول شيء نحن سالنا سؤال باللغه العربيه في تويتر، هل تنام بشكل صحي؟ تقريبا 105 اشخاص جاوبوا على هذا الاستطلاع، 57% كتبوا لنا لا و 15% قالوا لنا لا ادري و28% قالوا نعم. فمن ضمن ال 105 فقط 28% اللي يظنون انهم ينامون نوم صحي، وهاي من الاشياء اللي فعلا مهمه لان النوم ياثر على وايد اشياء. وكنا حاطين مجموعه من الحقائق حول النوم. اول شيء النوم يزيد من يعني يزيد جوده النوم في ثلاث اشياء: مدة النوم والاستمرارية والعمق. ممكن أشخاص يقول إحنا نام 15 ساعة، زتنا 15 ساعة، وين هل فيها جودة؟ هل تنام في وقت مناسب؟ هل الغرفة مهيئة بطريقة أن تساعدك؟ بعض الأشخاص ينامون والليتات مفتوحة كأن أول النهار. صحيح. خلايا الجسم تحتاج يكون مكان مظلم عشان تتجدد عشان الواحد يكون مرتاح. أيضا المعدلات التزايد في معدلات القلق والتوتر ممكن أن يسبب اضطراب في النوم. هل الشخص عنده مشاكل؟ هل هو يعاني من القلق؟ هل هو يعاني من التوتر؟ هالأشياء أيضا يعني تسبب أو تأكد يعني شوي تقلل من جودة النوم. نقول في كثير من أعراض اضطراب النوم، بعض الأشخاص يقول نحن ننام بس تشيكوا على الأعراض هاي. هل أن الواحد يحس دائما هو مدوخ الصبح؟ هل تنفسه غير منتظم؟ صعب عنده يركز؟ انتظام الوقت في النوم الصباح؟ في بعض يعني ينامون بس شوي العصر شوي في الليل شوي الصبح. صعوبة النوم، النوم في أوقات غير مناسبة. يؤثر النوم الغير كافي على مجموعة من الأشياء: أول شيء علاقات اجتماعية، التحصيل الدراسي والأداء في العمل، التفكير، الصحة العقلية والوزن، وتدهور الصحة مثل تزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من ضمن الأمراض وضغط الدم. فيعني وايد مهم ان الاشخاص نحن حاطين حتى مجموعه من النصائح كيف ان الواحد يقدر يكون عنده جوده نوم اكبر.
فنتمنى ان كلهم يعني يدخلون قنوات التواصل الاجتماعي. النشره وايد واضحه لونها غير عن كل النشرات، فممكن يدخلون وياخذون معلومات اكثر حتى حسب العمر، شو هو العمر المناسب وكم عدد ساعات النوم المناسبه حسب العمر. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي، سالنا اطبائنا وكوادرنا الطبيه سؤال كطبيب او كشخص في هذه المهنه، شو الشيء اللي يخليك سعيد؟ حطينا اجاباتهم في مقطع فيديو جميل في قنوات التواصل الاجتماعي. نتمنى ان الناس يشوفون شو راي اطبائنا وشو الشيء اللي يخليهم سعداء. ونختمها برسالتنا اللي نحن اليوم اكدنا بانه يوم بدايه يوم الاسبوع بدايه يوم عمل، نتمنى من الجميع اخذ مثل ما نقول نفس عميق، ابتسامه في العمل والعمل بإخلاص. نتمنى للجميع يوم عمل سعيد، وللأمهات وكل الناس السعداء، ونتمنى لكم صحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك. وما شاء الله يا أمن وصلتنا الحين كذا رسالة، الله يسعد كل الأمهات، ما ذكر الاسم، آمين إن شاء الله. سعيد المحمد، سعيد محمد يقول يهني أم الغالي ويتمنى لك كل الخير، كل عام وهي بخير وسعادة حياتي وقلبي وروحي. صح لسانك. بعدين عندنا أما عن أمي فكل الأيام والعمر لها، فلا اقتباس ينصفها ولا نص يكفي لوصفها، هي الخير والفضل، هي الحياة لي، هي الحياة لي، هي الكل، طاب بك العمر يا سيدة النساء. إهداء لأمي مريم التحسين، والله يرحم جميع أمهات المسلمين، آمين إن شاء الله. شكرا لكلماتكم الجميلة، وإن شاء الله تكون وصلت عند أمهاتكم. نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة، صحة وسعادة. متعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في هذا اليوم السعيد واليوم الجميل، يوم كل الأمهات، نذكركم بأرقام التواصل معنا أعزائي المستمعين، واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين، إرضاء الأطفال في كل ما يخص الأكل والشرب من الأمور الصعبة اللي دائما تشوفون فيها جدال بين الأم والطفل، ودائما في أطفال يفضلون نوع معين من الطعام على الأنواع الأخرى. مثلا إذا حبوا فاكهة معينة خلاص لزقوا في هالفاكهة ما يبون يغيرونها. فاليوم بمناسبة يوم الأم، وبما أننا نحن نعرف الصعوبات اللي تواجه الأمهات في موضوع الأكل، قررنا نستضيف معنا اليوم الأستاذة سهير محمود علي، اختصاصي التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن مثل ما نقول التحديات اللي تواجه الأمهات في موضوع الطعام. صباح الخير أستاذة سهير. صباح النور والسرور عليك وعلى جميع المستمعين. يا هلا فيك، حياك الله، حياك الله، بصحة وسعادة. أهلا وسهلا، كل عام وكل الأمهات بخير، وكل عام وأمي بخير وأبوي بخير إن شاء الله، والله خلينا أهالينا. آمين إن شاء الله. أستاذة سهيلة، ممكن بس تعلين صوتك شوية عشان يسمعونك المستمعين؟ آسف هلا. أوكي، أي نعم، شكرا. تمام. نتكلم أول شيء أستاذة سهير عن خلينا نقول شو أكثر صعوبات تمر عليكم أنتوا كأخصائيين تغذية لما الأم تي مع عيالها في موضوع الأكل؟ طبعا من أهم الأشياء أنه نحن منشوف أنه يعني الأطفال بكونوا كثير يعني بيختاروا أكلات معينة فوق أكلات تانية، وأيضا أنه دائما هن بيميلوا أنه يأكلوا الأكلات الغير صحية أكثر عن الأكلات الصحية. يعني صعوبة عموما انه الام تطعمي ابنها باوقات معينة اكلات معينة، دائما بكون في عندهم مشكلة انه بكون اولادهم picky eaters، يعني كتير choosy بالاكل، يعني كتير بيختاروا اشياء معينة واشياء تانية بيرفضوها كليا. نعم بالتأكيد أستاذة سهير، نحن نعرف أن دائما الأطفال عندهم يعني عناد في موضوع الأكل، إذا ما وفرنا مثلا هالنوع من الأكل تشوفينهم يزعلون. إذا قلنا اليوم ما بناكل معكرونة بالجبن قالوا لا ترى أمس كلينا ما أدري شو، قلنا اليوم بنغير عن الخيار بناكل يزر لا يبون هالموضوع. فكيف ممكن الأم تخلي الخيارات هاي كلها يعني الأكل الصحي كله موجود لطفلها ولكن تتفادى موضوع يعني العناد؟ كيف ممكن أخلي طفلي يأكل كل أنواع الخضروات من خبرتكم يعني كأخصائي تغذية؟ نعم هلأ طبعا في دراسات أثبتت أنه الأطفال لما تعطيهم أكل جديد، أنت بحاجة إلى أنك تعطيهم نفس الأكل
on average يعني بمعدل 12 مرة لحد ما الطفل يتقبل هذا الأكل الجديد. فالمشكلة إنه الأمهات ما عندهم دراية بهذا الموضوع، فبيفكروا إذا هم أعطوا هذا الأكل للطفل مرتين أو ثلاثة والطفل رفضوا خلص بيفقدوا الأمل. حلوة المعلومة. نعم نحن لازم إنه نكون يعني persisting، يعني إنه نخلينا نضلنا مصرين إنه نقدم هذا الأكل للطفل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة إلا ما تزبط معنا والطفل يقبل إنه يأكل هذا الأكل. هاي شغلة. تاني شغلة إنه الأطفال خصوصي اللي هن بيكونوا بسموهن toddlers اللي هن من سنة إلى ثلاث سنوات أو أربع سنوات، بيكون عندهم بيكونوا مودي بالأكل، يعني بيكونوا بيأكلوا على مزاجهم. فدائما نحن نخلي فيه أكلات صحية محطوطة قدامهم، وما يعني لما الطفل يقول إنه أنا مش جاي عبالي أكل أو مثلا ما نجبره نحن إنه يأكل. ليش؟ لأنه هذا الشيء رح يعمل ضغط نفسي على الطفل وحيصير يكره الأكل وقت الأكل، حيصير يكره إنه يقعد مع أمه يأكل. فعشان هيك خلينا إنه بس الطفل مثلا يقول أنا ما بدي أكل خلص نشد عليه كثير، بس بالمقابل نخلي فيه حواليه يعني أشياء صحية، مثلا صحن خضروات مقطعة مع صحن حمص، ولا مثلا يكون في عنا تفاح مقطعة محطوطة قدامه، أو مثلا يكون في عنا الأكلة الأساسية مثلا محطوطة قدامه أي وقت بقول أنا جوعان الأم تسخن له إياها. ليه؟ لأنه إذا إحنا مثلا نستسلم ويعني عايزين إنه الطفل بالنهاية بني آدم هو حيجوع، فإذا جاع وما لقى غير أشياء صحية قدامه رح يأكل هالأشياء الصحية، لأنه الواحد بس يكون جوعان بيأكل أي شيء. هذا بالتأكيد بنطبق على الطفل أيضا. نعم استاذة، يعني بالضبط. نعم. استاذة سهير، احنا شفنا يعني من واقع تجربتنا كأمهات، انا يوم الدرج اللي تخلصت كان عندي درج فيه كل سناكات يعني شوكليت وما ادري شو، حق يوم اشرب كوفي مخليها الدرج. من بدت بنتي ما شاء الله عمرها سنة ونص تفتح هالدرج وتكتشف هالاشياء، عرفت ان هالشيء لا طعمه والله سويت، يعني هي ما كانت مجربه هالشيء، بطلت اروحها وعرفت ان هالدرج فيه تشيبس وفي شوكليت وفي اشياء في الاشياء الحلوه اللذيذه اللي ماما تخشها. يعني فضيت هالدرج خلاص، فضيت الحين بطلت شوفه فاضي. يعني انت اذا قدمتي مثلا، احنا ما نمنع دكتوره مثلا في الاسبوع مره، في اسبوع مرتين، مره في اليوم اذا طلبوا الشيبس اعطيناهم اياه، بس اذا نحن حطينا يعني خيار صحي، اذا قطعنا الخيار والليزر وحطيناه العصر في الصاله، طبيعي بياكل الياهل طبيعي. صحيح. يعني من واقع تجربه، اذا انت قدمتي المفيد هو بيتعود على هالشيء، حتى بي يسألك يقول لك وين الخيار اليوم ما يبتو، ولا وين الخس اليوم ما حطيناه ماما، وين الشيء سويت بوتيتو اليوم ما كلنا او الذره ما كلناها. صحيح. فانا احس الدكتوره اذا يعني توافقيني الراي، الخيار الصحي اذا كان متوفر للطفل بيلجأ له، واذا كان غير متوفر وما تعود عليه بيكون صعب يوم يكبر انه أكيد. يتعود عليه اكيد. واستاذة سهير، اتوقع ان واحده من الحيل الحلوه مع اليهال انه ممكن نقدمه نفس الصنف اكثر من طريقه عشان ما يتملل، يعني مثلا الذره نفسها يمكن الطفل ما يحبها هي مغليه او مفوره، يحب مثلا لو كانت مشويه شوي، يحب مثلا مقصصه، لو قدمها اكثر من شكل قد الطفل يقتنع انه يجرب، يعني يجرب او ياكل. صح absolutely. وغير هيك ممكن كمان انه انت مثلا الذره تعطيه للطفل زي الذره اللي احنا بنشتريه من برا على العربيات، بتحطي له معاه مثلا شويه زبده، ما بياثر، الاطفال بحاجه لدهون والدهون مهمه لنمو الاطفال. نحط له مثلا معاها الاشياء اللي بحطوها برا، مثلا جبنه، مثلا البودره تاعت الجبنه، شويه ليمون، شويه ملح، عشان الطفل انه يرغب بهاي الاكلات ويحس انه اللي موجود برا متاح بالبيت ايضا. صحيح. عشان لما يطلع برا ما يصير بده الايس كريم اللي برا والذره اللي برا وكل شيء من برا، يحس انه هاي الاشياء كمان متاحه بالبيت. بالتأكيد. حتى صنع تجربة يعني تجربة مثلا صنع الطعام مع الطفل، يعني إلا يعني بتخلي في الطفل شيء في مخه. أنا أتذكر في يوم من يوم الأم العام كنا أونلاين، أتذكر المدارس وشي، فالأبلة سألت بنتي ليش تحبين ماما، ليش تحبينها، يعني سؤال يعني أنا الحين توترتي قدام كل الأمهات وأونلاين ليتهم في الصف، قلت الحين شوف تقول ليش أحب أمي، يعني سؤال صعب. قالت انا احب امي لان امي تسوي كيك وياي، وانا هالشيء الوحيد اللي عارفه في حياتي، ما اعرف شيء ثاني، بس يعني اتليست البان كيك، الكيك. صح. الاشياء سهله شوي، نبذل مجهود لو في هالوقت، يعني فاستوى عندهم عاده تزيين الصحن اللي هم ياكلونه، لان خلاص شافوا انه مره سويناه يبونه دائما. ادري ان على الامهات صعب، بس مو غلط ان نعلم الناني، فالحين صارت الناني تتبع نفس الاسلوب، مره في الاسبوع زينا شوي الاكل العصر. صحيح. ما يضر. فشو رايك بعد استاذه سهير في هالموضوع؟ نعم، هلا يعني حتى يعني الدراسات اللي عملوها على الاطفال خصوصي اللي يعني بيكونوا مثلا من
من سنه لست سنين او سبع سنين لما انت تفوتيهم معك على المطبخ ويساعدوك بعمليه الطبخ، رح يحسوا انه انت لما يجهز الطبق الاخير حيكون يعني كثير ريوردينج بالنسبه لهم، انه هن الشيء اللي ساعدوا بطبخه والطبق اللي حضروه ياكلوا منه، عرفتي؟ نفس الفكره انه انت لما تخلي الطفل انه يساعدك، مثلا اذا عندك، مثلا اذا انت عندك حوش ببيتك وبتعملي شويه، بتزرع شويه خضروات وفواكه، والطفل بيساعدك بعمليه زراعه الخضره والفواكه، رح يقدر قيمتها اكثر ورح يكون متحمس انه ياكلها لانه هو اللي زرعها. نعم حتى يعني استاذه سهير، زياره سوق الخضروات والفواكه الموجود عندنا في دبي، والسمك كمان بالضبط. واللحمه والبقر. امس جربنا دكتوره هالتجربه. انا ودي عيالي سوق السمك على سيره. دكتوره انت قويه. استاذه سهير، على موضوعنا نزرع في البيت، الله يحفظه، ولدي صغير ذياب، اي شيء ينزرع في البيت يقطفه قبل ما يستوي جاهز، يعني اول ما اشوف التمر يقطفه يجيب حق امي، يقول يا دكتور شوفي انا قطفت لك التمر، امي تقول زين تريا عليه شويه، قامت شو تسوي؟ اي شيء تزرع في البيت تسوره، تحط بسرعه عاليه عشان ولدي ما يقص التمر. الحين النقطه الوايد مهمه، اعتقد وايد من الامهات، انا واحده من الامهات وايد كنت اعاني من الموضوع، هذا سميه استجابه لطلبات الطفل، خصوصا الاطفال وايد يحبون يحفظون الاكل من برا، مطاعم معينه يحبون دائما يجون البيت. انا اول شيء بذكر تجربتي انا مع عيالي، ان انا دائما ماما اطلب من برا، ماما اوردر، ماما اوردر. شفت لما ادخل في جدال مع عيالي انا يني صداع، واخر شيء استجيب للكلام لان انا يني صداع وخلاص ابغى افتك من الموضوع. قلت شو سويت قبل كم من يوم؟ قلت ندى ما في داعي للجدال، ماما اطلبي من برا. اوكي خلاص اقعد ماما انا بطلب، واسير اسوي الاكل واحطه على السفره اقول لهم الاكل هذا جاهز، وطبعا تستوي حرب ولا، واحنا قلنا اطلبي واحنا هالاكل ما بناكله، اقول لهم كيفكم الاكل موجود، اغيب خمس دقائق ارد الاقيهم ياكلون الاكل، فاكتشفت المفتاح حق عيالي. فانت شو رايك في اللي قاعد يستوي الحين؟ الاهل وايد يحبون يطلبون برا، والاهل احيانا يستجيبون لهذا الشيء. هلا شوفي، نحن ما بدنا نعمل حرمان للطفل كمان، يعني لو مره بالاسبوع لما نطلع بالويكند مع الاطفال نعطيهم مثلا الاكل اللي من برا ما في مشكله، بس هني لازم يعرفوا انه هني لازم يكون مثلا في بالمقابل يعني التصرفات كويسه بتبدا منهم خلال الاسبوع، لازم يعرفوا انه هاي عباره عن ريورد اخر الاسبوع، يعني مكافاه اخر الاسبوع، وبالمقابل بده هني يورجونا انه هني عم بتصرفوا بشكل كويس وعم بدرسوا منيح، ما عم بيعذبونا خلال الاسبوع. صحيح. علشان they look up to it. وغير هيك لما انت تخلي الطفل ما تستجيبي لكلام الطفل وتعطيه الاكل الموجود بالبيت، بالنهايه هو حيجوع وياكله، مظبوط؟ غير هيك لما انت تكوني قدوه حسنه لابنك او بنتك، الولد بكون اكثر يعني قابليه انه هو يتبع ايضا عادات صحيه، لانه حتى شغله الرياضه والسمنه وزياده الوزن، دراسات اثبتت انه اذا الطفل كان امه او ابوه واحد فيهم عنده سمنه بكون 50% معرض انه يكون عنده سمنه، واذا الاثنين بكون يعني تقريبا فيك تقولي 100% معرض انه يكون في عنده سمنه او زياده في الوزن، زائد انه الطفل شو بشوف امه وابوه بياكلوا بتبع نفس الشيء، يعني لو انت مثلا بتحبي تاكلي شوكولاته مع القهوه وقت العصر حيصير الطفل كمان بده ياكل هيك، اذا شافك عم تاكلي فواكه حيصير الطفل بده ياكل معك فواكه، عرفتي؟ لانه نحن دائما اطفالنا بتبعوا اللي احنا بنعمله، بيعتبرونا احنا القدوه الاعلى لهم. ونحاول دائما انه ننتبه شو الاطفال عم بيحضروا، لانه في كثير يعني مثلا اشياء ممكن تكون على يوتيوب كذا تخلي الطفل بده ياكل هالاشياء اللي مش صحيه، خلينا انتد نلاقي برامج تكون صحيه يحضروها علشان نرغبهم بالاكل الصحي، ونحاول نثقف الطفل شو الاكل الصحي، شو الاكل المش صحي، ليش الاكل الصحي مش منيح. ممكن مثلا نجي لهم من باب انه حيصير سنك توجعك، سنانك حيسوسوا، شوف هذا مثلا كثير في فيديوهات تحطوها مثلا للاطفال انه يعني سني واجعني وكذا واكلت حلويات كثير وكذا، خلينا دائما نحط هاي المسج عند الطفل ونضلنا نعمل ري انفورسمنت، يعني نضلنا عم نعرضه لهالمحتوى هذا علشان يعني يرسخ بعقله هاي الفكره وفعلا ياثر على تصرفاته. أكيد. نعم. بالتأكيد أستاذة سهير، نحن اليوم تكلمنا بطريقة يعني نقدر نقول موسعة حول كيف ممكن أن أنا أرضي طفلي، كيف ممكن أخلي طفلي يأكل أكل صحي. وبهذا يعني دكتورة نكون وصلنا لختام هذه الفقرة اللي خصصناها، وأتمنى أن نكون ساعدنا لو أم وحدة طريقة جديدة أو مميزة أن كيف ممكن تقنع طفلها أنه يأكل أكل صحي. أستاذة سهير محمود علي، اختصاصي التغذية السريرية بهيئة صحة بدبي، شكرا لك على هاي المداخلة الجميلة، وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة. صحة وسعادة.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين رجعنا لكم بفقرة مميزة بمناسبة يوم الأم، مثل ما نعرف بأن أعباء وضغوط المهنة وتفوق الطبيبة وتحقيق التوازن المهني والاجتماعي بيكون محور حلقتنا الرئيسي لليوم. وقبل ما أبدأ بهذا المحور بمناسبة يوم الأم اللي يوافق 21 مارس من كل عام، أوجه رسالة حب وشكر وامتنان لأمي ولجميع الأمهات، وأقولها كل عام وأمي الحبيبة اللي أكيد تسمعني هي مصدر قوتي ومصدر الدفء والأمان، وكل عام وكل الأمهات بصحة وسعادة. وطبعا يعني نحن كأمهات ما نقدر نتكلم في هالمواضيع، دكتورة الحين عينها تدمع وأمورنا تستوي مو بطيبة في البرنامج، ولكن نحن بنجذب الطاقة الجميلة إن شاء الله إن شاء الله. واليوم يعني دكتورة يعني تعمدنا أن نخلي هذه الفقرة لإحدى يعني الأطباء اللي موجودين معانا اليوم في برنامج صحة وسعادة، اللي الكل يمكن ما يعرف أن دكتورة ندى هي أصلا دكتورة تروح المستشفى وتشوف الناس يعني طبيبة أسرة. أنا عرفتها قبل ما أعرفها في برنامج صحة وسعادة في مركز البرشة الصحي، كانت من أجمل الأطباء اللي أسير لها، وأنا أصيح عيالي مرضى تقول ما عليك من الأدوية أمنة، خذي شربي شوربة، أردت أقول حق أمي هاي تقول لي شربي العيال شوربة، أنا شو أسوي مرضهم. ولكن روحك دكتورة الجميلة. شكرا. ومثل ما نعرف دكتورة أيضا أنت الحين مدير مركز البدع الصحي اليوم معنا الغنية عن التعريف الدكتورة ندى الملا، مدير مركز البدع الصحي في هيئة الصحة بدبي. اولا وبدايه دكتوره بدون الصياح كل عام وانت بخير وانت بالصحه والسلامه، وكل عام وطاقتك الجميله اللي تنشرينها سواء في برنامج صحه وسعاده كل اثنين او على عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي توصل لقلب كل ام. يعني ما تتصورين يمكن في ايام نكون فيها نحن كامهات شيء زعلانين، ادش الانستغرام اشوف الدكتوره اقول يا الله اكيد الدكتوره مثلنا تمر بهالايام، ولكن طبعا تعكس طاقة جميلة لجميع أكيد. يعني الأفراد من حولك دكتورة. نحن اليوم نتكلم كدورك كطبيبة أو المرأة اللي تعمل في مجال الصحة بشكل عام. أكيد دكتورة نبغى نعرف منك اليوم موجز أو شيء بسيط عن طبيعة عملك كطبيبة في هيئة الصحة بدبي. طبعا أول شيء يعني غيري ما كنت أنا يستضيفوني بالعادة لأن أستضيف الناس. طبعا عملي كطبيبة هيئة الصحة بدبي يعني واحد فخر أو شيء كبير لنا أن نحن نعمل في كطبيبة في المجال الصحي أيا كان، أي حد يشتغل المجال الصحي وفخر كبير، لأن أنا دائما أقول ما في إنسان يقدر يعني يستغني عن الصحة، كل إنسان يحتاج الصحة. فأنا أشتغل في هيئة الصحة بدبي تقريبا يمكن 11 أو 12 سنة كطبيبة. كان لي يعني مثل تقول الشرف ان انا صراحه كعملي كطبيبه كنت احس عملي فخوره جدا، ويعني حققت حلمي اسوي طبيبه، لكن فتره الجائحه لما جتنا وبدا يعني كنت احس فعلا كدوري كطبيبه ان انا اشتغل في وقت كان وايد ناس عمل عن بعد وايد ناس ما كانت يعني كان عمالهم من البيت وانا كنت اداوم وعيالي كانوا في البيت، كنت احس ان يعني شو الوظيفة المميزة اللي أنا عندي إن أنا أقدر وقتي الحين أنا أحمي المجتمع كطبيبة. طبعا عمل الطبيبة عمل جدا مميز ما يقولون، يعني عمل الطبيبة ما يخلص خلال ساعات معينة، يعني ما في وخصوصا كوني أنا مديرة مركز ما في ساعات محددة، يعني مو أنا خلاص خلص الدوام أبصم أروح البيت خلاص انتهى نهاري أو انتهى يوم عملي، عملي يكمل وايد برع ساعات الدوام. لكن أحب وظيفتي، أحب كوني طبيبة، أحب كوني أقدر أساعد الناس، أحب لما الناس تسألني عن صحتها وصحة عيالها وصحة أمهاتها وشو ممكن نسوي وكيف ممكن أعالج أمي وشو التحاليل تنصحين أطلبها حق أمي أو علمي وأتابع، أستانس جدا بهذا. هذا هو يعني كوني طبيبة جزء لا يتجزأ من كوني كأم، وسبب اختياري أصلا طب الأسرة أحد الأسباب أن أنا أكون
أفكر بدوري كأم، لما بكون أنا أم أبا يكون تخصصي يساعد عائلتي ويساعد عيالي. فأحد أسباب اختياري طب الأسرة إني كنت أفكر لما يكون عندي عيال أبا أكون قادرة حتى على علاجه وما أعرف شو فيهم عيالي. فأنا سعيدة جدا صراحة بكوني طبيبة، يعني ما أتخيل نفسي بكون يوم الأيام شيء ثاني. نعم دكتورة، نحن إذا تكلمنا مثل ما ذكرتي، نحن اليوم يعني نشكر الأمهات بكل يعني مثل ما نقول على مستوى كل الوظائف، سواء وظائف إدارية، طبيبة، صحيح، مهندسة، طيارة، شو ما كانت هذه الأم أكيد لها دور في المجتمع. نحن اليوم نتكلم عن الأطباء لدورهم الكبير اللي كان في جائحة كوفيد-19. مثل ما ذكرتي دكتورة، أنت كنتي يعني موجودة في العمل، صح، وكل الأمهات في البيت وعيالهم في التعليم عن بعد. شو كان يعني مثل ما نقول الضغوطات اللي واجهتيها كأم، وكيف تغلبتي عليها بصفتك؟ يعني أنت دكتورة دائما عرفت يعني تشوفين الجانب المشرق من كل شيء، اللي تابعت واللي عرفت عن قرب يعرف أن أنت تنظرين للجانب المشرق دائما. ولكن دكتورة أكيد كان في صعوبات، أكيد كان في ضغوطات، إحنا حابين نعرف كيف أنت تجاوزتي هذا الضغط، ويعني شو نصيحتك للأطباء كيف ممكن يكونون أقوى وأفضل وينظرون لهذه المهنة بنظرة إيجابية؟ أول شيء خلال فترة الجائحة أصلاً أنا شخص طبعي ما أحب أشوف في المكان الواقف فيه، يعني ما أحب أركز على المشكلة الحين الواقف فيها، دائماً أحس المشكلة مثل هي متعبة، مثل الطابوقة أو الحجر اللي أنت واقفة عليه هي هالمشكلة. إحنا للأسف ليش نحس دائما احنا زعلانين ومكتئبين؟ احنا نشوف فقط موقع ريلنا. انا احب دائما اشوف على قولتهم النور في نهايه النفق. يوم بدت الجائحه والناس قامت يعني تشتغل عن بعد والامهات قعدوا مع عيالهم في البيت، وانا كنت اداوم كل يوم وكان ليل في الليل، تلفون ما يسكت، يعني حتى خلص دوام ارد البيت تلفون ما كان يسكت ليل في الليل. كنت دائما اقول ندى في نور في نهايه هذا النفق. الحين هاي مرحله يعني مرحلة مؤقتة راح أعديها أنا وعيالي، بشرط إن أنا شو سويت أو ما بديت الجائحة، فهمت عيالي ليش أنا في الدوام وهم في البيت، ليش إن يشوفون إن ربعهم أمهاتهم معاهم في البيت وأنا مش معاهم. ما أنكر إن دراسة عيالي وايد تأثرت لما كان فترة الكوفيد، أنا كنت 24 ساعة في الشغل، التلفون اللابتوب ما كان يوقف، لكن ما سمحت للأشياء إن أحس إنها خلاص نهاية الدنيا. عيالي مو قادر ألحق دراستهم، التلفون ما يسكت، أنا وايد مشغولة، أنا ما أدري أنا رد البيت هل أجيب معي هالفيروس الغريب اللي ما حد كان يعرف عنه أصلاً. يعني كان واحد المخاوف الكبيرة عندي هل ممكن أن أجيب الفيروس البيت، لأن أنا كنت أشتغل في المجال الصحي، يعني ما كنت أشوف المرضى أصلاً. فما سمحت الأفكار دائماً، أنا ما أسمح الأفكار السلبية دائماً تسيطر علي، لأن أسهل شيء في الحياة تخلين أفكار تقعدين شيء وتخلين الشيطان يدخل كل الأفكار السلبية في مخك وتشعرين بالحزن والكآبة. أصعب شيء تقولين هذا وضع مؤقت، الأمور بخير، عيالي درستهم أنا لاحق عليهم، بحاول قدر الإمكان. دائما رسالتي للأمهات لا تحطين نفسك هدف جدا عالي إن أنا لازم ولدي يجيب الأول، أنا ولدي لازم يكون أفضل من ولد فلانة، لازم يكون أحسن من ولد أختي، لازم يكون أحسن. لا تحطون حق عمركم أهداف جدا عالية، حطي الهدف اللي انت تقدرين. كل أم للأسف احنا الأمهات شو نحط، نتوقع أن كل الأمهات سوبر مام، لازم كلنا نكون أمهات شطار في الطبخ ويسوون كيك ويدرسون عيالهم وعيالهم عندهم مواهب وكلهم عيالهم يحضون دروس سباحة ودروس كاراتيه وكلنا عيالنا ينامون من وقت وكلنا عيالنا يأكلون أكل صحي. هذا هو يعني دكتورة هاي النقطة اللي نحن اليوم قاعدين نتكلم عنها بالضبط. كيف دكتورة الشخص ممكن أنه يوازن بين عمله، وما في عمل أهم من عمل الطبيب، صح، وكذلك يوازن بين حياته الأسرية، كيف ممكن أحقق هذا التوازن في ظل كل هاي يعني التغيرات اللي يعني كل هاي المعلومات اللي تيجي من برا؟ تشوفين ولدها أول الأول ولدها يصير سباحة وكاراتيه ولغة وكل شيء، فكيف الأم ممكن أن هي تحمي صحتها النفسية وصحتها العقلية، وكيف ممكن هي تكون أفضل أم ولكن بطريقتها، بطريقة التوازن؟ بالضبط. دائما أنا يعني أنا كأم يوم بديت يوم استويت أم لازم تحددين أول شيء شو أولوياتك. أنا أدري لو قلت حق الأمهات هالكلام بتقول أنا كل شيء بالنسبة لي أولوية، شغلي أولوية، أنا أولوية، بيتي أولوية، عيالي أولوية، إن عيالي يدرسون سباحة أولوية، عيالي يتعلمون عربي أولوية، عيالي يكون شطار في المدرسة أولوية، زيارة أمي أولوية، زيارة كلها ما يسوي كل شيء يكون أولوية. يعني لو كل شيء خليتيه رقم واحد راح تكونين نفس اللي شايل في إيده زجاج، ويعني يعني تعرفون
البهلوان في السيرك لما يفرفر الكور في انت راح تكون نفس الشيء، مو قاعد تمسكين اي واحد منهم. حددي الاولويه، لازم يكون عندنا قائمه اولويات، قد تكون 10 12 نقطه الان عندي، لكن شو رقم واحد بالنسبه لي؟ انا دائما بالنسبه لي كان رقم واحد وعيالي، دائما رقم واحد. بالتالي لما انا احدد الرقم واحد، كل شيء ثاني في القائمه يتمحور حول الرقم واحد. مثلا انا احب اطبخ، فما ادخل مطبخ الا عيالي معي، واللي يشوفوني في وسائل التواصل دائما عيالي يطبخوا معي. تسوي حوادث، يا ما اكثر الحوادث، اشياء تنصاب واشياء تحترق وعيالي يحرقون عمرهم. هذا جزء من التجربه، لكن كيف انا اقضي اطول وقت ممكن معهم؟ ان انا ادخلهم معي المطبخ، لان هم اولويه بالنسبه لي. الأولوية الثانية، أنا حتى يوم أنا أشتغل، يوم أروح بيتي أحاول قدر الإمكان أفصل شغلي عن بيتي. ترى سهل جدا إن أنا أشل معاي هموم الدوام، مشاكل الدوام، اليوم صارت مشكلة، أنا عندي تاسك وايد مهم، عندي بروجكت لازم أشتغل عليه، أشل معاي البيت وأقعد مهمومة وأفكر وشو أسوي، ويروح علي الوقت الثمين مع عيالي. أنا طريقتي دائما أقول للأمهات، ساعة ما أطلع من باب المكتب كل هموم المكتب تتم في المكتب، أقفل وراي الباب وأروح البيت. سهل؟ مو سهل، لكن عشان أقدر أعيش حياتي كأم. لأن الغلطة تطيح في معظم الأمهات إنها تدمج كل شيء، إنها أم، إنها بيزنس وومن، إنها موظفة، إنها عندها مشاكل، إنها عندها، هذا كله تحطه في سلة واحدة، بالتالي ما تقوم تستمتع بأي شيء، تحس إن وقتها ضايع مع عيالها. يخلص اليوم وتقول زي أنا ما يجلس مع عيالي، ليش؟ لأن ماسكة ورقة وقلم وأكتب، أقول كيف بحل المشكلة الفلانية، من وين بجيب فلوس حق الشيء الفلاني، كيف بخلص التاسك اللي أعطاني المدير، وتدخل في الدوامة، وآخر اليوم شو يزيد عندها التلويم، لأنها ما قضت اليوم أصلا مع عيالها. تعودوا تفصلون وقت الشغل، خلص خلاص، خلي مشاعر الدوام، المشاعر السلبية في العمل، المشاكل وراك، وافتحي الحين الصفحة الجديدة لما تروحين بيتك، تسمعين لعيالك، تقعدين مع عيالك. لازم انت كأم تحددين اولويه، تتنازلين عن بعض الاشياء، لازم في تنازل، ما يسوي كله. يعني ما يسوي اقول والله انا بخلي عيالي اولويه، في نفس الوقت بخلي نفسي اولويه، ابى اسافر، ابى اسير، ابى ارد، تعطي نفسك جزء من الوقت، لكن ما يسوي اثنيناتكم تكونون اولويه في نفس الوقت. يجب ان يعني تخلين عيالك يشاركونك قدر الامكان. ادري وايد امهات تقول بس دكتوره لما اليهال وايد وايد ضرابه، ما يسمعون الكلام، اعيد الكلام 100 مره، لو قلت لهم انه اكون في المطبخ بيعفسوا المطبخ. هاي جزء من التجربة ترى. ورد ودائما أقول الأمهات، هي مرحلة وايد بسيطة، العيال صغار ويبون يدخلون معانا ويشاركون تجربة الطبخ، تجربة الرسم، غمضة عين دكتورة كل شيء يتغير، غمضي فتحي، خلصوا كبروا ما شاء الله الله يحفظهم، ومو كبروا صاروا يعني 20، كبروا صاروا 11 أو 12 سنة، دخلوا سن المراهقة، خلاص انعزلوا بعالمهم، صرتي أنتي صار عالمهم منفصل تماما تماما. نطول بالنا شوي، نعصب، نعب نعصب، لا بأس، ما في مشكلة تعصبين أحيانا، لكن اهم شيء خلي توقعاتك لنفسك وعيالك اللي انت وعيالك تقدرون عليه. لا تخلي نفسك او لولدك هدف هو هدف ام ثانيه، يعني ام ثانيه ولدها يقدر يكون الاول على الصف واشطر واحد وفي العربي يجيب 100% وكل هذا، تحطين لولدك هذا الهدف ولدك ما يقدر، راح لا راح تكون انت سعيده ولا راح يكون ولدك سعيد. حطوا اهداف انت تقدرين تحققينها. ليش؟ لانه لو انا حطيت حق نفسي هدف وايد بسيط، مثلا شو حطيت هدف حق نفسي؟ حطيت هدف مثلا انا بعيالي يدربون فنون قتاليه، مثلا هدف واحد بسيط، وقمت ماشي في هذا الخط، كل ما عيالي يخلصون مرحله في الحصص اللي يحضرونها انا احس بشعور الانجاز، احس بشيء افضل لي كأم. ركزتي دكتوره، يعني حطيتي صبيتي تركيزك على نوع معين بالضبط، ما نشتت الاطفال، نشوف مو مليون يعني هدف، لا والله، عشان هي مدخله ولا سباحه والثاني فنون قتاليه والثالث مدخلت لنا رسم ورابعه مدخلت لنا لغه صينيه، لازم انا عيالي يسوون كل هذا. حددي لنفسك ولعيالك هدف او هدفين اقصى شيء وركزي عليهم، لان شعور الانجاز حتى لعيالنا ترى، احنا ننسى انه ولدي أباي يكون عنده حس الإنجاز إنه حقق شيء، لما أشتت انتباهه في أكثر من شيء ما رح يحقق في أي شيء، فيحس دائماً إنه مو شاطر، إنه أقل من غيره، إنه يمكن مو بكافي، إنه ممكن مو ذكي، يمكن هو غبي. بينما لما أنا أحط هدف محدد ويشوف عمره ينجز يشعر بشعور أفضل اتجاه نفسه، فيعطي شعور الإنجاز، فيخلق لي طفل أفضل وأسعد. نعم بالتأكيد دكتورة، يعني إذا اليوم نحن نقول محور حلقتنا اللي هو النصايح اللي قدمتيها فيما يخص التوازن، كيف أوازن بين عملي وبين عائلتي، كيف أخلق طفل سعيد وبصحة نفسية جيدة وأكيد دكتورة متميز في المجال اللي هو يحبه. صحيح صحيح. نعم، وكذلك كيف أنا كأم أضع لي أهداف بسيطة دكتورة، بغض النظر عن الأسرة، بغض النظر عن يعني الأطفال، هل كانت لك أهداف غير أنك تكونين طبيبة ما حققتيها لأنك أم مثلا؟ لا للأمانة لا، أنا ما أظن أن كون الأم أم
يعني معناه تلغي هدف، تعدل على الهدف. بما كيف يتناسب. مو ألغي ليش؟ لأن أنت الهدف اللي تطمحين له أو شيء تبي تسوينه إذا لغيتي تمام عشان سويتي أم، راح تكرهين الأمومة وتكرهين عيالك. ما في أم تكره عيالها، لكن في العقل الباطن بتحسين أنت يعني تقولي هم السبب ان انا ما حققت الهدف. عدلي على الهدف مالك. قد يكون مثلا هدفي مثلا اكمل دراسات عليا مثلا برا البلاد مثلا، بس انا ما اقدر احقق الحين لان انا ما بترك عيالي. اعدل على الهدف، اقدم دراسات عليا في البلاد، احقق هدفي، لكن اعدل عليه. لكن لا تلغون اي هدف في حياتكم. يعني مثلا قررت استوي نشيطه في وسائل التواصل، قراري الاول كان شو اسوي؟ ادخل عيالي معي، معنا جدا صعب. في وايد ما تفكر سهله مثلا تصورين فيديو وعيالك حواليك، بس جدا صعب، جدا صعب، لان تستوي وايد لقطات، تستوي ضرابه، انا ياما فيديوهات وانا اصور وانا اسولف. حتى التعليقات دكتوره ممكن تاثر على اي ام، مثلا تعليق أكيد. مثلا ولدك ليش تشي، ولدك ليش لابس، ليش ما يسوي، ليش هذا بالضبط. كله موجود، لكن هو قرار انا اتخذته. وياما فيديوهات انتشرت وانا اتكلم موضوع وايد جاد، وعيالي والله ورا يدربحون في السياره، يعني عقب يقول دكتوره عيال جلبوا السياره وراك، وانا اسولف في موضوع جدي وانصح وهذا. لكن اتذكر ايام كورونا يوم الرسائل هاي، رسائل الاجراءات الاحترازيه ورا هناك، وعيالي ورا يسوي حركات كذي، لكن هي جزء من التجربه. كتجربتي انا كم ما غيرت هدفي ان اكون نشطه في وسائل التواصل، لكن قررت ادخل عيالي وخلي يدربحون في السياره، واللي يستوي يستوي، واللي يستوي خلاص استنس وسع صدرها. نحن في برنامج صحه وسعاده بالتاكيد في ختام البرنامج، شاكرين لك اليوم روحك الجميله اللي ضفتيها للبرنامج، شاكرين لكل اطباء خط الدفاع الاول الجهود اللي بذلتوها. نحن في حلقه واحده او في لقاء واحد مع دكتوره او مع كل الاطباء اللي كانوا موجودين ما نقدر نشكرهم كفايه على الجهد اللي بذلوه، وخاصه الامهات في هذه الرحله اللي رحله السنتين، مو بسنه ولا شهر، عمر والله ولا عمر. يومين. شكرا لك دكتوره ولكل الامهات يعني اللي قد قدموا الكثير. شكرا على الرسالة النبيلة اللي تقدمونها في مجال الصحة، وأتمنى لك دكتورة حياة طيبة وسعيدة. شكراً. وتشوفين عيالك إن شاء الله في أعلى المناصب إن شاء الله. إن شاء الله أمين أجمعين، إن شاء الله كل الأمهات يشوفون عيالهم في أفضل من في المنصب اللي هو اللي هم يبون يطمحون له، ايا كان المنصب يبونه. ان شاء الله جميع الامهات ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المستمعين، في نهايه حلقتنا المميزه هذه اشكر لكم حسن استماعكم، اشكر لكل الامهات في كل العالم كل الجهود اللي يبذلونها من اجل ابنائهم ومن اجل انفسهم. اعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. الشكر الجزيل لفريق الاعداد فئه الصحه بدبي، وفي التنسيق والمتابعه من نور دبي كان معنا زميلنا احمد سلامه، وفي إخراج مخرجنا المبدع نمر، وكذلك كانت معاي اليوم في برنامج صحة وسعادة الغنية عن التعريف الدكتورة ندى الملا مدير مركز البدع. شكرا. الصحي. وأتمنى لكم أعزائي المستمعين دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.